اذا مشاهدين متابعي قناه شفت، مرحبا بكم في البث المباشر بطرف مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا بطريق السيار، يعني الرابطه ما بين المنطقه ديال سليمون والمنطقه ديال حي مولاي رشيد. يعني كما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات حادث سير خطير في هذه المنطقه هذه، يعني حادث ما بين دراجه ناريه من الحجم الكبير يعني وسياره، يعني كما كتلاحظوا معنا مشاهدين الكرام. حضور ديال رجال الامن مشكورين رجال الامن على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها في انتظار حضور سيارة الإسعاف باش نقل الشخص المصاب. يعني فقط الإصابة ديالو ماشي خطيرة بزاف، الحمد لله على سلامته، يعني الحمد لله على سلامة هذا الشاب هذا. يعني كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام الإصابة ديالو ماشي خطيرة بزاف. يعني دائما كيف ما كتعرفوا هنا طريق السيار كانت محبوسه لولا تدخل ديال رجال الامن اللي دخلوا بتدخل بطولي، يعني وعتقوا الموقف وسرحوا طريق السيار. يعني صراحه مشكور رجال الامن على المجهودات الجباره اللي كيقوموا بها، يعني في انتظار سياره الاسعاف باش تقدر باش تنقل هذا الشاب الى المستعجلات. يعني كما كتشوفوا معنا الشاب مرمي على الارض، يعني حضور ديال رجال الامن، يعني هادو هما الدراجات الناريه ديال هاد الشباب هادو باش داروا هاد الحادث. يعني مشكورين صراحه رجال الامن اللي كيسهروا على الراحه ديال المواطنين، كيسهروا على الراحه ديالنا ليل نهار، مشكورين. حضور فرق الاسعاف باش نقول هاد الشاب هذا وديه المستعجلات باش يتلقى الاسعافات الاوليه.